وزارة الصحة، وكاين شق خاص بما هو مركزي اللي خاص بوزارة الصحة بدات الأجراء ديالو. أنا باش نجاوب على واحد السؤال ديال الإخوان، أما ما هو عنده علاقة واللي ترفع التحكيم ديال رئاسة الحكومة ما لقيناش، ما توصلنا حتى شي جواب. والغريب في الأمر وهو غريب أنا، وهو تيفسر هذا التكتل ديال 8 ديال النقابات، هو أول مرة في التاريخ ديالنا كنقابات وكوزارة أن كدوز 4 شهور 5 شهور ولا أحد ينادي ولا يجاوبك على الوضع. واش عطيتينا موافقة على داك الشيء اللي سنينا؟ واش رفضنا رفضتي لينا هذاك الشيء اللي طلبنا؟ واكثر من هكا انه درتي حوار اجتماعي مركزي واعلنتي على نتائجه وغير موجود فيها المشكل ديال قطاع الصحه. الوغ قطاع الصحه انا ماشي غادي نقول لك هو اهم حاجه، ولكن مرحليا كيشهد تغيير كبير، تغيير كبير، ورش ملكي كبير، ومن الدعامات الاساسيه ديالو هو تثمين الموارد البشريه. هذا هو الغريب، ان هذه الكلمه في القانون 0692، يعني هذا التثمين متعلق مباشره بنجاح المشروع. هذا التثمين عطى اول حاجه بدات فيه هو اننا كنا دائما كنطالبوا بخصوصيه قطاعنا، قطاع الصحه خصو خصوصيته. ها انتم تطالبوا كتسولوا على فين كاين الاضراب فين ما كاينش الاضراب، لان ماشي مجال ديال الواحد يقدر يدير فيه الاضراب كما بغى ولا يقدر يوقف ضد المصلحه ديال المريض، لان التكوين ديالنا اصلا هو تكوين انساني. وحنا مره اخرى كنتاسفوا على ما يقع وعلى هذه الاضرابات اللي كنديروها مجبرين، لان المواطن هو المسكين اللي كيخلصها في الاخر بكل صراحه. وحنا كنقولها وكنعاود ناكدوها، ما هو مستعجل وما هو عنده علاقه بالحياه ديال الانسان ما كاينش فيها الاضراب، وما عمرنا غنديروا فيها الاضراب. هذه من جهه، من جهه اخرى هو ان هذه الخصوصيه اللي طلبنا باش تكون عندنا قانونيه. هي فاش داز القانون ديال 0922 اللي هو قانون الوظيفه الصحيه، يعني هو القانون اللي غيدبر المسار ديال مهني الصحه في المستقبل. هذا القانون فيه بعض البنود قابله للتاويل، هي اللي كتخلينا كنكونوا شويه تنتسائلوا وكنحاولوا نطالبوا بهذاك الحفاظ على المكتسبات. هي مكتوبه انها محافظه على المكتسبات، ولكن ملي غادي ندوزوا للنصوص التطبيقيه والممارسه غادي يقدر يكون بعض التاويلات وبعض الاهتمامات ديال غيولي الاشخاص هما بعض الاشخاص ولا بعض التوجهات عندهم مصالح. اذا حنا كناكدوا كنعاودوا ناكدوا ان الموظفين ديال قطاع الصحه مستعدين للورش الاصلاحي، مستعدين للعمل. ما المساله ديال الهجره، انا نجاوبك مباشره، الموظفين اللي كيختار واحد الوظيفه العموميه اصلا راه عنده واحد العقليه اللي كتخليه، سميها وطنيه سميها ولد بلادو سميها اللي بغيتي، هي كتخليه كتجرو لبلادو. اذا هذا كيوريك الاهميه ديال القطاع، وفي نفس الوقت هذا الغموض وهذا السكوت الغير مبرر، هذا سكوت خطير. انا بعدا شخصيا دابا تنقولها لكم زعما بكل صراحه، راه ما فيها لا مزايدات ولا لم نتوصل لحد اليوم بجواب واضح واش هذوك الحوار المركزي هذيك ال 10000 درهم واش غادي يستافدوا منها؟ 1000 درهم بحال بحال. شوف ملي كتكون ما كايناش راه هذيك ال 1000 درهم واش غيستافدوا منها مهني الصحه ولا لا؟ واش غادي يعطيوهم الاتفاق ديالهم؟ غادي يكون المهم لحد الان كنقول لكم اليوم باقي ليس هناك جواب، رغم كل الاضرابات اللي درناها وجميع هادشي اللي تتشوف راه ما كاينش جواب مشفي.